النائب غازي يوسف يتقدم بشكوى لديوان المحاسبة للتحقيق بإنفاق أموال في وزارة الاتصالات، معتبرا أن هناك 70 مليون دولار تهدر من المال العام جراء الصفقة التي أعلى عنها الوزير الصحناوي مع إحدى الشركات الصينية. القضية فعلا من قضية الاختلاس المال العام فقط بهذه القيمة الفاضحة. القضية هي مخالفة الوزير صحناوي بالتعاقد الرضائي ومخالفة القوانين، وأكثر منه أنه قام بإنفاق ما يزيد عن 600 مليون دولار دون حسيب أو رقيب. الفضيحة الأساسية يا جماعة 610 مليون دولار، حتكون دقيق، مكوان يعني شبكة الأولى صرف عليها 280 مليون دولار، منها للتطوير والاستثمار بقيمة 160 مليون دولار، يعني عقود بالتراضي. الشبكة الثانية صرف عليها 330 مليون دولار، من ضمنهم 175 مليون دولار عقود بالتراضي. 610 مليون دولار أنفقوا من المال العام، اقتطعوا عائدات الخليوي وتصرف بها دون العودة إلى مجلس الوزراء، دون أي رقابة مسبقة أو رقابة لاحقة. أنا البارحة لجأت إلى الأجهزة الرقابية وتقدمت بدعوى إخبار لدى ديوان المحاسبة عند المدعي العام، وسجلت البارحة، الذي سيحقق بهذه الفضيحة. كما أنه اليوم تقدمت من رئيس ميقاتي أيضا بكتاب لجانب دولة رئيس مجلس الوزراء بهذه الفضيحة والإنفاق 600 مليون دولار لكي يحقق بها، وأعلمت اليوم أنه أحال إلى ديوان المحاسبة وسيحيل إلى أجهزة الرقابة التفتيش المركزي. كما أنه بحب طمنكم أن الرئيس ميقاتي ب 16 شهر كمان أحال الوزير إلى أجهزة الرقابة للتحقيق بمبلغ لا يقل عن مليونين دولار بيصرفه الوزير على مستشارينه. فإذن أنا بحيي ديوان المحاسبة، بحيي رئيس الحكومة والأجهزة الرقابية لأنه بدأت تقوم بعملها.